من مشاهدي قناة شوف تي في، تحية للجميع. إذا كما عرفتوا اليوم فسجلنا ارتفاع بعد حالات الوفيات، واللي حتى الساعة 9 من مساء اليوم وصلنا 39 حالة وفاة، بعدما أن أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل حالة وفاة جديدة. أطلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة. ولتذكير أنه وصلنا 654 حالة حتى الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء. واللي بنقول لكم مشاهدينا هو طلب الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذا الوباء. إذن كما قلت لكم، بعد قليل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات أو لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 654 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2691 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته إلى 29 حالة، فيما بلغ عدد حالة الوفيات 39 حالة. إن مشاهدينا كما تنعرفوا فوصلنا اليوم اليوم 654 حالة. وبالنسبة للمخالطين فكين بعض الناس اللي ما كانش كتظهر عليهم حالة الإصابة، اللي ما كانش كتظهر عليهم أعراض. إذن كما في تصريح من وزارة الصحة أنه أكثر من 70 شخص بعد التتبع الصحي التي تقوم به الوزارة أو وزارة الصحة للمخالطين والعزل الصحي للمخالطين كإجراءات احترازية باش ما ينتشرش الفيروس. على سبيل المثال، إن بعد تشخيص ديال 5560 مخالط لم تظهر عليهم أعراض، فوزارة الصحة تمكنت من عزل هذا الرقم اللي هو 5560 مخالط، حيث تبين أن أزيد من 70 شخص مخالط مصاب بفيروس كورونا المستجد. الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة والشفاء العاجل لكل المصابين. وتحية لكل متابعي قناة شوف تي في، وتحية لكل مشاهدينا، ونرجو من متابعينا ومشاهدينا الالتزام بحالة الطوارئ الصحية حتى يرفع الله هذا الوباء اللعين. تحية للجميع.